السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر جمعية رادياز بالتنسيق مع قدماء كرة القدم المعسكرية وبحضور شباب ولاية معسكر اليوم باش نكرموا ونعترف بما قدمه الخيرين للرياضة وكرة القدم المعسكرية. لشيباني مختار كان يشبع ويتقدم كذلك العربي شعبان. الحمد لله على نعمة الأب، كان نعمة الأب ونعمة الصديق، نعمة الجار، نعمة الابن، نعمة الزوج، نعمة الأخ. الحمد لله ربي طانا كي قال لك أب، منه أب، منه أخو، منه عم، منه جد، منه كل شيء. ومثل مدينة معسكر في الفريق الوطني ودعنا مؤخرا، الله يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله يكون من الجنة. تحية التقدير واعتراف وترحم للحارس سلقية مجدو النصر بإهداء الميدالية لعائلة سلقية. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر رادياز على هذه المبادرة الحسنة، وفي هذا اليوم فكرتونا بأخينا وصديقنا مجدوب سلقية اللي يستاهل كل خير، احنا نطلبوا له الرحمة ونشكركم انتم على هذه المبادرة اللي وكذلك العربي شعبان وعدى مايدي. عسكر روحوا كاع كيما راكم وعطوها لعمكم حتى تدفيقاتكم الحارة. سمكوا على عمكم. نشكر الوفد هذا اللي دار المبادرة هذه وجاب المعسكر وراهم التاريخ فطنهم هذه الشبيبة ما على بالهاش بالها كل حاجة. وعلى كل حال أنا جيت شوية بنقول لكم صح، أنا ما الكلام اللي نقوله ما نصدق نقوله، باسكو انا ضحيت في المعسكر، ضحيت 17 سنه وانا نلعب في دي معسكر، 17 سنه يقولها غير الفم، فهمتني؟ هذا هو. ونشكر كاع الاخوه هنا، فهمتني؟ قاده الشافي اللي تكاكا، شوف من وهران نجي حتى المعسكر هنا تكاكا بولاد بلاد هنايا، فهمتوا؟ نشكر فكرتنا بالماضي، والماضي تاعنا هو التاريخ تبارك الله تاع سيتو كرة القدم. يشرفنا معسكر الوان معسكر راحت لأفريقيا لعبت هذه في زنباق وتقول في التاريخ دونك ما نسيناهمش. سيتو لا رادياز كما نعرفوا تاع خيريات العربي شعبان اللاعب السابق لغالي معسكر ومولودية وهران. نشكر الالتفاته اللي دارتها الرادياز هذه الاخواننا سي معمر وسي سي دمو الله يرحمه وسي سلقية ما نساوش ثاني سلقية. انها مبادره حسنه ولقت بنا لقت بالاخوه الرياضيين ومناسبه كبيره. اللي اولا نشكركم سي قاده ونشكروا جمعيه راديات على التكريم على ليسونسيان جوال هذو، المهم تكاكوتوا بهم ونطلبوا الرحمه سي دمو وشي عاجل معمر. الشخصيات الرياضيه اللي تركت البصمه نتاعها يعني اولا، وحتى يعني اللي فقدناهم واليوم يعني ذكرى، وما ننساش لا رادياز كل مره تنفض الغبار. شكرا لكم، دامت افراح مدينه معسكر دائما حتى لا ننسى من قدموا للرياضه لمعسكر، الرحمه والمغفره من قدموا للرياضه على المستوى الوطني، شفاء عاجل اللي راهم كاع امراض ان شاء الله، وعلى بالي اللي خدمها غايه مع والديه ومع الناس وفي دنيته ومع الفريق. جامي الدولة تسمح فيه ولا الأصدقاء يسمحوا فيه.
أول قناة إلكترونية في الجزائر.